كما هو. هل قروا الآية للآخر؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعتن فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهي جاية الوصاية فيها بأنه أنت بتأمر المرأة وبتعرض عنها وبتضربها إلى أن تطيعك حتى تفيد من ضربها، دي الوصاية. ودي وصايا المرأة زمان قبلتها، لأنها كانوا بيدفنوها حية، قالوا لها خلاص إحنا ما حندفنك حية لكن ممكن نعمل لك حياة تانية، فجبت الحياة الأقل من الدفن. بالله يا أخوان أشوفوا الكلام ده، ده كلام بيحتاج لرد؟ يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى بجلالة قدره ومكانته يقول للمرأة إنت كان بيدفنوك ونحن يعني أديناك ما هو أقل من الدفن وبنعمل لك حاجات يعني بندقك فرضت بالوضع ده. ده يا اخواننا كلام يقال في حق الله سبحانه وتعالى وفي شريعة ربنا سبحانه وتعالى. شريعة ربنا اللي أنصفت النساء وشريعة رب العالمين الأدت النساء حقوق كاملات، وهم دارين الليلة يستبيحوا النساء وتبقى المرأة أمرها في يدها. ليه هم ليه دارين كده؟ أمرها يكون في يدها عشان تبقى ألعوبة في يدهم هم. فهمت الموضوع؟ تبقى المرأة ما عندها والي ولا عندها زول قيم عليها ولا عندها راجل بيحرسها وبيحميها وبيصونها، عشان تبقى لقمة سايغة في يدهم يمشوا يلعبوا ببناتنا في الجامعات ويسوقوهم برا السودان يلعبوا بين ده دارينهم. طيب كمل. لكن انت ما ممكن تقول للمرأة المساوي للرجل هسه بصفق انا الجمهوريات. المرأة تخيل معي المساوية للرجل السي. انا داير اعرف يا اخواننا سؤال منطقي جدا، التغير الحصل للمرأة شنو اللي بيخليها الان بتختلف من المرأة زمان؟ شنو اللي حصل لها؟ العمل. المرأة زمان بتعمل، المرأة بتطلع الجهاد، طبيبة بتداوي في الجهاد، بتمشي المعارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرع بين زوجاته وبيطلعهم معه في المعارك وفي الجهاد. التغير للمرأة شو؟ وهل يا أخواننا الطبيعة الأنثوية اللي ربنا خلق في المرأة بتتغير بمرور الزمن؟ بمرور الزمن بتتغير؟ ما المرأة يا هل المرأة العاطفية اللي بتحتاج للرجل يحميها ويصونها، ها؟ اللي بتحتاج لحماية الرجل، بتحتاج لوقفة الرجل معه، ما يا هالمرأة ذاتها اللي تغير فيها شنو يعني؟ شفت الإجرام ده كيف؟ طيب